شو على تعتقد أن إجبار يعني مثل ما يتحدث البعض يعني على التطبيع يثير مشاكل داخلية؟ يعني البعض يتحدث بين رافض وبين قابل التطبيع، يعني أكو مناطق قابلة للتطبيع تقول لك أنا ما عندي إشكالية بالتطبيع، مثل بعض المناطق يعني ما أريد أذكر أسمائها، والبعض رافض رفض قاطع للتطبيع. يعني اليوم شلون ممكن نتحدث عن هذا الموضوع؟ ست هيفاء، بس عندي شويه يعني مداخله ويا سيد جابريال شويه. فضل. يعني مداخله بسيطه. تفضل. احنا بالنسبه للصراع مع يعني اسرائيل او الكيان الصهيوني، احنا ب 73 اشتركنا بثلاث فرق، هي الفرقه السادسه والفرقه الثامنه والفرقه 12 والفرقه الثالثه عفوا. نعم. اشتركنا بثلاث فرق موجوده عندنا، شاركت بالجيش العراقي ضد الكيان الصهيوني بالإضافة إلى الحروب الأخرى 48 و67. نعم. وكان دور الجيش العراقي من أعظم الأدوار عسكريا، حتى أنه يعني راد يوصل إلى تل أبيب في بعض الحروب، وصل إلى تل أبيب، ولكن الخيانة العربية أثرت تأثير مباشر وانسحب. نعم. الجيش العراقي في ذلك الوقت. شهدائنا ما زالوا موجودين في جنين. الجيش العراقي هو جيش عظيم، والعراق موقفه عظيم بالنسبة للقضية الفلسطينية ولا ينكر ذلك. نعم. ونحن نقول كعراقيين، ما زلنا نقول إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المصيرية كعرب. أما الآن اليوم إحنا يعني بعد اللي حدث، وأنا ذكرت قبل قليل إنه ما حدث، جعلنا اليوم نتقبل كل شيء من أجل التخلص من ما نحن فيه من احتلالات، أكان احتلال أمريكي أو احتلال تركي أو احتلال إيراني. يعني لأن اليوم التطبيع. احنا نحتاج يعني الى سيادة كعراقيين.